القمر هو رفيق الأرض الدائم منذ 4 مليار عام ونصف، والآن عاد أخيراً إلى بؤرة تركيز العالم بعد 50 عاماً من القفزة العظيمة الأولى للبشر على سطحه. أغلبية سكان الأرض لم يكونوا مولودين عندما هبطنا آخر مرة على سطح القمر. صحيح أنه مر وقت طويل ولم ننجز الخطوة التالية، لكننا لم نفعل لأننا كل ما فعلناه هو أننا لمسنا أرضه ورفعنا العلم وغادرنا. لم نعيش هناك فعلياً ولم نقم بأبحاث عليه. بميزانية مناسبة كما فعلنا في رحلة أبولو يمكنكم إنجاز المهمة على الأرجح خلال 10 سنوات. الأمر سهل، نحن أنجزناه في 8 سنوات وشهرين. الآن التحضيرات متعلقة بزراعة المحاصيل وإنتاج الطاقة وتوفير الأدوات. في جميع أنحاء العالم يعمل الباحثون من أجل العودة إلى القمر والبقاء هناك لمدة أطول هذه المرة. علينا أن نستخدم القمر لنفهم عملياً كيف يمكن للمرء العيش والعمل على كوكب ما. توجد الكثير من الأفكار والخطط، لكن التطبيق العملي لها هو الخطوة الأخيرة المفقودة. سيكون من الرائع أن نرى البشر يعودون إلى القمر. ليس واضحاً متى سيحدث هذا، لكن العلم يجعل البقاء على القمر ممكناً. في يوم الأربعاء هذا من عام 1969 كان العالم قد حبس أنفاسه، وقد كانت البشرية شاهدة على رحلة فضاء تاريخية. حملت الرحلة اسم أبولو 11، وكان أمام رواد الفضاء نيل أرمسترونغ ومايكل كولينز وإدوين باز ألدرين مهمة تحقيق هدف غير مسبوق، ألا وهو الذهاب للقمر. بعد 5 أيام وتحديداً في صباح 21 من تموز يوليو نطق نيل أرمسترونغ كلماته الخالدة. أمضى أرمسترونغ وألدرين 2.5 ساعة على سطح القمر. أثناء جمعهما لعينات من الصخور ورفعهما العلم الأمريكي كان 600 مليون شخص يشاهدونهما في بث حي ومباشر. عدد قليل فقط منهم أدركوا أن الهبوط الناجح على سطح القمر كان في خطر. في وحدة قيادة المهام في وكالة ناسا في هيوستن أجرى عامل قسم الاتصالات تشارلي دوك اتصالاً لاسلكياً مباشراً مع نيل أرمسترونغ. يبلغ تشارلي من العمر الآن 82 عاماً ولا يزال يذكر أحداث اللحظات المثيرة بدقة. كان الوقود قليلاً جداً، ناديت 60 ثانية وهذا يعني أن أمامه 60 ثانية للهبوط، ثم ناديت 30 ثانية. ازداد التوتر في وحدة قيادة المهمة، حتى دبيب النمل كان يمكن سماعه. حبسنا أنفاسنا، هل سننجح؟ ناديت 30 ثانية، ثم 13 ثانية، بعدها هبط، لكن الوضع كان متأزماً جداً وكنا على وشك الإلغاء. مع ذلك نجح الهبوط الأول على القمر، وبعد 3 أعوام دخل تشارلي دوك نفسه لأول مرة كتب تاريخ الرحلات الفضائية. كنا أنا وجون يونغ خامس من هبط على القمر في نيسان أبريل من عام 1972، وكنت 10 رجل يخطو على سطحه. بمجرد أن هبطنا اشتعلت حماسة، كنا نرتدي الخوذات وكامل البزة، وكنت أصرخ داخل خوذتي: هيوستن، أخيراً وصلت سفينة أولد أوريان إلى هنا، رائع. على سطح القمر أجرى تشارلي وقائده جون يونغ بعض التجارب، مثل التجارب على الحماية من الإشعاع وعلى التدفق الحراري. كان رائعاً، أشبه بأجمل الصحارى التي رأيتها في حياتي، رمادي اللون بتضاريس خشنة جداً مختلفة الارتفاعات، فوهات جبلية وصخور وتلال في كل مكان، وكان هدفنا استكشاف هذا الوادي. كنت متحمساً،
وسعيدا بوجودي هناك. كان شعورا مذهلا، مذهل هذا الشعور بالتواجد على سطح القمر. في 24 من نيسان أبريل من عام 1972 أقلع من جديد، بعد عام فقط تبعتها بعثة أبولو جديدة. خاب أملي كثيراً من أننا لم نرسل بعثة أخرى. أعتقدت أن ناسا ستكون شديدة التفاؤل حيال العودة إلى القمر. علينا أن نبني محطة على القمر مشابهة لتلك التي في القارة القطبية الجنوبية، حيث إننا أنشأنا محطة علمية في القطب الجنوبي على الرغم من وجود مناخ صعب جداً هناك، لكننا فعلناها، وأعتقد أنه يمكننا فعل الشيء نفسه فوق القمر. القارة القطبية الجنوبية هي القارة الأكثر قسوة على الأرض، لا توجد قارة أخرى ببرودتها، حيث بلغت درجة الحرارة هنا 90 درجة تحت الصفر. ثمانية وتسعون في المئة من اليابسة مغطاة بالجليد، وتحتوي القارة على 3/4 احتياطي الأرض من المياه العذبة، وتبلغ مساحتها ضعف ونصف ضعف مساحة قارة أوروبا وضعفي مساحتها أثناء الشتاء القطبي. تستطيع أنواع قليلة من الحيوانات العيش هنا مثل بطاريق مختلفة كالبطريق الإمبراطور الذي تكيف مع البيئة القاسية، وكذلك بعض أنواع الفقمات، وتشابه الظروف هنا في منطقة الجليد الأبدي ظروف القمر القاحلة. لهذا ذهب فريق باحثين من بريمن في رحلة طويلة إلى الجنوب الأقصى، وسيمضي أفراده الأربعة وهم من مركز الطيران والفضاء الألماني DLR، سيمضون شهرين في محطة نويماير الثالثة للأبحاث. منذ عام 2009 أجرى العلماء بحثاً في المحاور المختلفة، الأرصاد الجوية والجيولوجيا وكيمياء الغلاف الجوي. تم تكييف بناء محطة نويماير الثالثة مع الظروف البيئية في القطب المتجمد الجنوبي. بنيت المحطة على ركائز متينة لحمايتها من انجرافات الثلوج، ويقيم ما يصل إلى 60 عالم هنا في الصيف القطبي الجنوبي بين شهري تشرين الثاني نوفمبر وشباط فبراير. يعد مهندس المعدات الفضائية بول زابل العضو الوحيد في الفريق والذي أمضى وقتاً هنا في الشتاء أيضاً. في هذه العزلة الشبيهة بالعزلة على القمر تكمن مهمته في زراعة خضروات طازجة كجزء من مشروع إيدن ISS الذي ينفذه مركز الطيران والفضاء الألماني. الفكرة من المشروع هي تجربة جميع التكنولوجيا الضرورية والإجراءات العملية هنا في القطب المتجمد الجنوبي لكي يصبح بناء بيت زجاجي فعال ممكناً أيضاً في الفضاء مستقبلاً. نزرع بين 15 إلى 20 نوعاً من النبات، ونزرع أيضاً نباتات فراولة صغيرة، ونأمل أن نتمكن من جعلها تزهر لكي نجني الفراولة في غضون بضعة أشهر. حتى وصول البيوت الزجاجية المتنقلة للقطب المتجمد الجنوبي بالسفن يجب على الفريق العناية بنباتات الفراولة الحساسة. داخل المحطة يحاول دانيال شوبرت وكونراد زايدلر خلق الظروف الأكثر مثالية. زراعة الفراولة صعبة، ولهذا ارتجلنا وبنينا بيتاً زجاجياً صغيراً مؤقتاً. بالطبع ليس مثالياً، لكن ليس أمامنا بديل إذا أردنا الحفاظ على حياة نباتات الفراولة. سيستغرق الأمر بضعة أيام أخرى على الأقل لوصول البيت الزجاجي، بعدها ستستمر التجربة بشكل فعلي، وبعد وقت قصير هل سنذهب بها إلى القمر؟ للعيش والعمل على سطح القمر لمدة أطول توجب على البحث العالمي أن يأخذ بعين الاعتبار الظروف هناك والاختلافات عن كوكب الأرض. واحد وسبعون في المئة من الأرض غطاء مائي، لها غلاف جوي، وتحيط بها طبقة من الهواء والغازات التي تحميها أيضاً.
مثلاً من تأثير النيازك والضرر الذي يحدث نتيجة لأنواع الأشعة المختلفة، وتضمن أن تظل التقلبات في درجة الحرارة معقولة على بعد 400,000 كيلومتر. تبدو الأشياء مختلفة جداً على القمر. يجب استخراج الماء من الرمل القمري من خلال تبخيره وتكثيفه. ليس لدى القمر غلاف جوي يحميه من أثر أي جسم طائر يمكن أن يضربه، وهو مكشوف أيضاً لخطر الإشعاع الكوني. وترتفع درجات الحرارة وتنخفض بصورة هائلة لدرجة لا يستطيع البشر البقاء دون حماية. لجعل العيش ممكناً على القمر في المستقبل، يجري طلاب دوليون في وكالة الفضاء الأوروبية بحثاً من خلال تجارب متعددة في مركز التدريب الأوروبي لرواد الفضاء في كولونيا. الدكتور آيدن كاولي مسؤول عن مشروع السفينة الفضائية لمركز التدريب الأوروبي لرواد الفضاء، لكن هدفهم الرئيسي مكانه في الخارج، حيث ستبنى محطة قمرية لأغراض تجريبية وبحثية. ما ترونه الآن هو الأساس، لكن في غضون بضعة أشهر سيتغير بسرعة إلى مبنى. ستكون لدينا قبة كبيرة قطرها 34 متراً، وسنحصل على 700 طن من الريغوليف أو ما يحاكيها، وهي مادة صخرية نجدها على سطح القمر. أولاً ستكون مستعمرة صغيرة في كولونيا، لكن في المستقبل غير البعيد ستنشأ واحدة على سطح القمر أيضاً. يتخيل علماء وكالة الفضاء الأوروبية أن شكلها سيكون هكذا. في الداخل توجد غرفة معادلة للضغط الهوائي ومنطقة تقنية. تحصل الغرفة الرئيسية على ضوء النهار. كمشروع ISS يتم التزود بالأكسجين من خلال تجهيزات هوائية كيميائية. وهناك مثال جيد آخر على السبب الذي يدفعنا للعودة للقمر، وهو فهم البيئة الإشعاعية. إذا كنتم الآن على مدار أكثر انخفاضاً، يمكن أن يتدخل كوكب الأرض لحمايتكم لدرجة معينة، لكن إذا تجاوزتموه لن تحصلوا على هذه الحماية، والآن تذهبون لبيئة إشعاعية جديدة كلياً سيكون لها تأثير مختلف على البشر. سيحمي الموئل القمري البشر من الإشعاع عبر طبقة خارجية قوية. هذه هي الطبقة الواقية التي نرغب ببنائها، وتكمن الفكرة في أن نأخذ المادة الموجودة أصلاً على القمر ونعرضها للموجات الدقيقة، فنتمكن من طباعة الموئل القمري الجديد وبناء هيكل صلب يمكن أن يحمي الموئل القمري من النيازك والإشعاع وما إلى ذلك. تنتج الطالبة أوريان غارسيا من فرنسا الحرارة اللازمة لتلبيد صخور الريغوليث المسحوقة وخبزها لتحويلها إلى طبقة صلبة. حالياً تبدو أشبه بالحصى منها بالسطح المستوي. على سطح القمر قد تقوم روبوتات خاصة بنشر الرمل القمري وتلبده في الوقت ذاته، ما يستغرق حوالي 3 أشهر. وفي الرحلات الماضية إلى القمر لم يكن يتوفر لرواد الفضاء في بعثة أبولو بناء حماية كهذا. لمدة 3 أيام لم يكن الأمر بهذا السوء، فقد كان بوسع المرء العيش بما توفر لنا من وسائل الحماية المعتادة. استغرق العلماء 40 عاماً ليكتشفوا ما أثمرت به بعثات أبولو فعلياً. استغرق الأمر كل هذه المدة لأنه كان على المرء تطوير أدوات حساسة بما يكفي لمعرفة ما تخبرنا به حقاً هذه الحجارة التي تزن 300 أو 400 كيلوغراماً والتي أحضرت من القمر. من بين 382 كيلوغراماً من الصخور التي جمعت، لم يسمح لرواد الفضاء الاثني عشر من بعثات أبولو بالاحتفاظ بأي منها كتذكار. كانت صخور الريغوليث القمرية الأصلية قيمة جداً بكل بساطة. على مرمى حجر من وكالة الفضاء الأوروبية في كولونيا يقع معهد بحوث الطاقة الشمسية التابع لمركز الطيران والفضاء الألماني. هنا أيضاً يبحث العلماء في وسائل حماية من الأشعة باستخدام الريغوليث، ويسعى البروفيسور ماتياس شبيرل وفريقه إلى توفير ظروف أكثر شبهاً بالظروف على سطح القمر. يتوفر الغبار على سطح القمر بكثرة كما يتوفر الكثير من الإشعاعات الشمسية. سنحتاج إلى عدة مترات من الصخور القمرية أو الغبار القمري للحماية من إشعاعات الشمس والمصادر الكونية الأخرى، وهذا أحد الأمور التي نختبرها. أطلق على التجربة اسم ريغوليث، الاسم الذي يجمع بين كلمتي ريغوليث وهي الصخور القمرية ولايت وتعني الضوء. بالطبع لا يستخدمون صخوراً قمرية حقيقية، بل المحاكي JSC02
والذي يملك خصائص مشابهة، وسيتم كبسه وتحويله إلى لبنة كاملة باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد متعددة المستويات. ما نرغب بإظهاره هو أننا نستطيع حقاً صنع شيء ثلاثي الأبعاد في فراغ، وهذه هي التكنولوجيا التي نطورها هنا. يوجد فراغ على سطح القمر، ولمحاكاته تقوم ميراندا فاتيري وألكسندر موريس من فرنسا بالتجربة في حجرة مفرغة من الهواء. هدفنا أن نرى ما هي المعدات الميكانيكية إذا أردنا تلبيد شيئاً في الفراغ، وإذا ظهر شيء أفضل، أن نعرف ما إذا كنا نستطيع بناء شيء أفضل باستخدامه أم لا. تحاكي أشعة الزنون القوية أشعة الشمس، ويمكن أن تنتج حرارة مستمرة تبلغ 1100 درجة مئوية. بتوجيهها لتكون شعاعاً واحداً، تضرب الرمل القمرية أسفل منها حيث تتحرك على ثلاثة مستويات. ويمكن أن يستغرق خبز شيء ثلاثي الأبعاد كطوبة مثلاً ما يصل إلى 5 ساعات في ظل ظروف قمرية. نريد أن نرى ما إذا كان شيء ما سينتج في الفراغ، ومن ثم نجري التحليل الكيميائي، لكن الحجرة صغيرة وحارة جداً. عندما تصبح لدينا حجرة أكبر يمكننا بناء نظام تبريد أفضل بأجزاء أكبر. على العلماء إيجاد القياسات الصحيحة في الفراغ لكي تنتج في المستقبل قوالب في الفراغ مشابهة لتلك التي تلبد دون الفراغ. كخطوة أخيرة يجب أن يستبدلوا الضوء الصناعي بفرن شمسي يتكون من 159 مرآة مربعة الشكل لتركيز طاقة الضوء. من خلال ذلك يتم إنتاج الحرارة اللازمة عبر الأشعة الشمسية المستمرة، حيث إنها موجودة على القمر دون وجود غلاف جوي أو غيوم. يجب أن تستخدموا كل الموارد المتوفرة على القمر، فبواسطة الطباعة ثلاثية الأبعاد يمكن بناء الموائل والهياكل التي ينبغي علينا استخدامها. بالعودة إلى القطب المتجمد الجنوبي، يمكن للظروف أن تتغير بشكل غير متوقع، مع احتمال وصول سرعات الرياح إلى 60 عقدة، وهذه تساوي قوة إعصار. الطقس هنا هو العامل الحاسم. هذا هو حقل التجارب المناسب بالنسبة لعلماء مركز الطيران والفضاء الألماني، الذين يستطيعون إيجاد الظروف الشديدة الصحيحة من أجل بحثهم. القطب المتجمد الجنوبي أبعد قارة في العالم، والوصول إليه ليس سهلاً، ويعتمد الناس الذين يعيشون هنا على التكنولوجيا التي تبقيهم أحياءً، تماماً مثل البعثة إلى القمر، لذا فهي المكان الأفضل لاختبار عملية البيت الزجاجي بأكملها. كل شيء تقريباً جاهز لمشروعهم إيدن ISS، حيث يخططون لزراعة الخضروات وحتى الفراولة في بيوت زجاجية متنقلة. هذه المنصة موجودة هنا منذ فترة، حيث تبعد عن محطة نويماير الثالثة الألمانية للأبحاث. من المفترض أن البيت الزجاجي المتنقل وصل إلى هنا منذ أيام، لكن سفينة نقل البضائع التي ستنقله إلى الموقع تبحر عبر الكتل الجليدية ببطء. وعلى بعد 14,000 كيلومتر تجري البحوث المتعلقة بالقمر أيضاً. في مركز الفضاء الأوروبي في كولونيا يتم إجراء تجارب مختلفة من أجل مشروع السفينة الفضائية التابع لمركز التدريب الأوروبي لرواد الفضاء. ويعمل الطالب البلجيكي زاندر كون على خلق بيئة افتراضية لتدريب الزوار المستقبليين للقمر. بمحاكاة كهذه يمكننا أن ندربهم في واقع افتراضي كما لو كانوا بالفعل على سطح القمر، ونجعلهم بعدها يتفاعلون مع حمالة رقمية، وأن يتمكنوا بشكل كامل من خوض التجربة سلفاً بدلاً من أن يكونوا فقط في غرفة تجريب وأمامهم حمالة. لا يزال النموذج الافتراضي لمحاكاة تضاريس القمر الافتراضي قيد التطوير، إلا أنه في مرحلة معينة يمكنه المساعدة في تحضيرات ملموسة لبعثات مستقبلية. على بعد بضع غرف ينشغل ميكيل ريجيدور باستخدام أجهزة مختلفة في مجال اختصاصه، ألا وهو الطباعة ثلاثية الأبعاد. هذه طابعة ثلاثية الأبعاد وتعمل باستخدام مركب البوليمر الموجود في الخلف، وما يقوم به باختصار
هو أنه تزداد درجة حرارته فيذوب. عندما يذوب يمكنكم وضعه على سطح ليبرد فيلتصق بالسطح، ثم يبرد ويلتصق بالقاع، ثم تستطيعون بعدها طباعة الصف تلو الصف، ومن ثم الطبقة تلو الطبقة، وبهذا تصنعون شيئاً ثلاثي الأبعاد. تسخين فذوبان فطباعة، لكن بالنسبة للخطوة التالية يهتم ميكيل بشكل خاص بإمكانية إعادة استخدام البلاستيك. ما نفعله هنا هو التأكد من أن المواد صالحة للاستخدام على سطح القمر، وبعد ذلك ما نقوم به فعلياً هو أننا نتفقد قطعتنا إذا سحقناها ونعيد قذفها ونطبعها من جديد إذا أعطت نفس نتيجة الشيء السابق. يجب بالطبع أن تكون اللفائف التي تحتوي على البلاستيك أكبر بكثير عندما يتم نقلها للقمر، لكن بمجرد أن تصل إلى هناك يمكن إعادة استخدام البلاستيك بشكل دائم. في مدينة بوردو يتم إجراء بحث على عملية الطباعة ثلاثية الأبعاد من خلال رحلة طيران قطع مكافئ. طور البروفيسور يينز جونستر وفريقه من المؤسسة الفيدرالية الألمانية لاختبار المواد في برلين أداة تسمح بصنع أجزاء كالأدوات من مسحوق المعادن مع انعدام الجاذبية. الهدف من الاختبار تجربة عملية جديدة تتمثل بشفط المسحوق ومن ثم معالجته في بيئة منعدمة الجاذبية. لكي تتمكنوا بشكل أساسي من إنتاج أجزاء عند الطلب، يجب أن يكون الجزء المكدس بواسطة الليزر على هذا الصحن جاهزاً ليتم إخراجه واستخدامه. قبل كل رحلة طيران قطعي مكافئ، كان العلماء يستخلصون العبر من الرحلة السابقة فيجرون تعديلات ثانوية ليحاولوا تحسين نتائج تجربتهم. هذه هي رحلتنا الثالثة اليوم. بدلنا المادة وهذه المرة عدلنا قياسات الجهاز لنتمكن من وضع طبقة المسحوق. استطعنا وضع 70% من المسحوق على طبقة، أما الباقي فتبعثر. علينا تحسين هذه النتيجة كي لا نسمح للمسحوق بالتبعثر في الأجواء. فريق الأبحاث في برلين واحد من الفرق العديدة. بالمجمل يحلق المشاركون هنا في مدينة بوردو لأربع ساعات في كل يوم من الأيام الثلاثة، وترتفع الطائرة بشكل حاد من موقعها الأفقي. تقلل دفع التوربينات وتحلق لحوالي 22 ثانية مع انعدام الجاذبية. يشكل هذا تحدياً للعلماء، حيث إن قوة الجاذبية خلال رحلة الطيران القطعي المكافئ تختلف، فقد كيفوا تجربتهم وفقاً لذلك. يبدو الجهاز التجريبي هكذا. يكون مسحوق المعدن القابل للانتشار في وعاء في بداية الطيران القطعي المكافئ، من هناك ينتشر على شكل طبقة على قاعدة الصحن. لكي لا يتبعثر في الهواء مع انعدام الجاذبية يتم شفطه باستخدام غاز من الأسفل ويحتفظ به على قاعدة الصحن أيضاً خلال انعدام الجاذبية. بعدها يذيب الليزر طبقة المسحوق الجديدة على شكل الشيء المراد طباعته، ويذيب طبقة المعدن ويحولها إلى تركيب متراص، ويفعل هذا بكل طبقة مما ينتج شيئاً ثلاثي الأبعاد، وهو في هذه الحالة مفتاح صوامل للربط. يمكن أن يتتبع جونستر وفريقه هذه العملية التي تكرر عدة مرات عبر كاميرات الويب المثبتة. يمكن أن ترى النتيجة النهائية بعد وقت قصير في المختبر. تم تحويل بودرة المعدن حقاً إلى مفاتيح ربط صغيرة. كانت التجربة التي أجرتها مجموعة جونستر البحثية ناجحة. في المستقبل غير البعيد سيتم صنع جميع الأدوات في الفضاء بهذه الطريقة. في القطب المتجمد الجنوبي انتهى الانتظار الذي دام طويلاً. تمكنت سفينة نقل البضائع أجولهاس الثانية من جنوب إفريقيا من عبور المياه الجليدية وتم إنزال الحمولة أخيراً. بعد تأخر دام 10 أيام تابع علماء مركز الطيران والفضاء الألماني كيف يتم تفريغ بيوتهم الزجاجية المتنقلة من السفينة. تنزيل الحمولة من السفينة على البحر المتجمد لا يخلو من مخاطر، فرغم أن المنطقة حول السفينة متجمدة إلا أن طبقة الجليد أرفع منها على اليابسة، وتستغرق العملية بأكملها حوالي 20 دقيقة. في النهاية مرت الأمور بسلام
وانطلق الفريق بحمولته عائداً للمحطة. تبعد نقطة تنزيل الحمولة 23 كيلومتراً عن محطة نويماير الثالثة، وعلى الرغم من أنه لا يوجد ظلام في القطب المتجمد الجنوبي صيفاً حيث لا تغرب الشمس أبداً، يعمل الفريق 8 ساعات بانتظام. ومع وصول الحاوية التي طال انتظارها إلى المحطة انتهى يوم العمل. بدأ اليوم التالي باكراً وحان الوقت لتركيب البيت الزجاجي. لدى العلماء حاوية شحن كاملة تحتوي على تجهيزات، عليهم فتحها وفحصها بعد رحلة طويلة. في الوقت ذاته يتم تجميع البيت الزجاجي، ويتكون البيت الزجاجي من حاويتين يبلغ طول كل واحدة منها 6 مترات. يتم نقلهما إلى المنصة باستخدام رافعة. بمجرد إتمام هذا العمل يمكن أن يتواصل مشروع إيدن آي إس إس بشكل فعلي. بالنظر داخل الحاوية يمكننا الاطلاع بالتفصيل على كيفية عمل البيت الزجاجي القطبي الجنوبي. يحتوي الجزء الأول على قسم الخدمات، حيث تتم مراقبة والتحكم بجميع الأنظمة الفنية مثل أنظمة إدارة الهواء والحرارة. ويحتوي الجزء الثاني على الأعشاب والخضروات والخس، وهي كلها ذاتية التلقيح بمساعدة عامل التهوية. تدعى التكنولوجيا التي تسمح لها بالنمو أيروبونيك. بدلاً من نقل التراب الثقيل إلى الفضاء، ترش جذور النباتات بمحلول يحتوي على المغذيات. بعدها توضع مصابيح من نوع LED تحتوي على التركيب اللوني المناسب فوق النبات لتحل محل ضوء الشمس. وتكمل أنظمة معقدة لتنظيف الماء والهواء نظاماً بيئياً مستقلاً ومستداماً. يعتقد الناس أن النباتات موجودة من أجل أن نأكلها فقط، لكن هناك أسباب أخرى لأخذنا هذه النباتات معنا، إذ توفر لنا الأكسجين الذي نتنفسه، وتحتاج لثاني أكسيد الكربون الذي نخرجه نحن البشر عند الزفير. هذه علاقة تكافلية ممتازة بين النباتات والبشر. بعد 4 أيام من وصول الحاوية تم تركيب كل شيء للبدء بالعمليات. بعد حوالي 2 أسبوع من الموعد المقرر تمكن علماء مركز الطيران والفضاء الألماني أخيراً من البدء بزراعة بذورهم. الفراولة التي حظيت برعاية مطولة لها بالطبع أولوية عليا، بحذر كما لو كان يجريان عملية جراحية يعتني شوبرت وزايدلر بالنبتة الحساسة. بعد غسلها بالماء توضع نبتة الفراولة في منزلها الجديد باستخدام صوف معدني ووعاء بلاستيكي. ويعبر الباحثون عن تفاؤلهم بازدهار معظم النباتات التي يخطط لأخذها مع البعثة، لكنهم كانوا قلقين بشأن هذه النبتة المتكبرة ألا وهي الفراولة. إذا ذهبتم في بعثات طويلة الأمد مثل هذه إلى القمر، يمكنكم أن تستخدموا الفراولة كطعام محفز للحفاظ على سلامة الصحة العقلية للفريق المعزول. إذا نجحت هذه التجربة في القطب المتجمد الجنوبي، فنحن واثقون من أن الأمر كله سوف ينجح على سطح القمر أيضاً. لكن على سطح القمر الظروف أصعب وأكثر تقلباً، وعلى الرغم من أن الحاوية تستطيع تحمل عدم توفر المزيد من الحماية بسبب الجاذبية، لا يزال النظام المستقل في حاجة إلى أن ينقل إلى هناك. مع ذلك هناك مكون رئيسي غير موجود على سطح القمر، ووجوده مضمون هنا في القطب المتجمد الجنوبي من خلال الارتباط بمحطة نويماير الثالثة، وهذا هو الإمداد الكهربائي المستمر. في مدينة إدنبرا في اسكتلندا يعمل فريق على إيجاد حل لهذه المشكلة. في جامعة هاريوت وات يعمل الباحث يورغن شليبي على فكرة الطاقة الشمسية. بالطبع على سطح القمر لا يمكننا وضع أسلاك أجهزتنا في قوابس الكهرباء. علينا أن نأخذ بعين الاعتبار نوعية الموارد المتوفرة لإنتاج الطاقة. لا توجد أنهار ولا رياح على القمر ولا غلاف جوي. ما يتوفر هو ضوء الشمس، وهو أفضل من الموجود على الأرض لأنه لا يوجد غلاف جوي يضعفه. يرغب يورغن شليبي بصنع مرايا لإنتاج الطاقة. تتعلق تجربته أيضاً بكيفية استخدام صخور الريغوليث القمرية. ستتوفر لدينا المواد التي أحضرناها معنا، ويوجد ذلك الرمل البازلتي،
ومنه يمكننا صنع قوالب بسيطة أو جدران من خلال تسخين المادة أو خبزها، ويمكننا أن نقطع خطوة إضافية وننتج زجاجاً بازلتياً من هذه المادة. يستخدم شليبي الموجات الدقيقة المعتادة لصنع الزجاج من المادة التي تحاكي رمل القمر. يطحن الريغوليث المذاب والذي تحول إلى زجاج ليصبح بأقصى نعومة ممكنة. لا تزال قوالب الزجاج في حاجة لسطح عاكس، يتم هذا في الجزء الأخير والأكثر تعقيداً من عملية صنع المرايا. على القمر يوجد فراغ لا نهائي، لكن هنا يجب توفيره بشكل صناعي. ويعدل شليبي عناصر الزجاج الذي أنتج في الأسابيع الماضية ليتحول إلى هيكل حجرة الفراغ. قبل أن يختم يضيف قطعة صغيرة من الألومنيوم والتي يتم تسخينها وتبخيرها، فتنتشر ملايين الجزيئات الصغيرة. الزجاج مختلف، لكن الألومنيوم من النوع نفسه الذي نستخدمه في المرايا العادية، ويبدو في حالة جيدة جدا الآن، لم يعد شفافا، لذا يمكننا إغلاق النظام ببطء. لا يفترض بالألومنيوم الذي تم تسخينه في الفراغ أن يغلف الجزء الداخلي من القبة الزجاجية لحجرة الفراغ فقط، بل ومن المفترض أن يغلف الحجارة الزجاجية التجريبية أيضاً. تبدو جيدة جداً. تشكلت المرايا بصورة جيدة جداً، ويجب أن تكون قادرة على عكس ضوء الشمس الاصطناعي بشكل جيد. هذا هو المهم في نهاية التجربة. ستحقق نجاحاً فقط إذا تمكنت المرايا المصنوعة من الرمل القمري من توليد الطاقة من الأشعة. ولاختبارها صنع الباحث نظامه الخاص. هذه المرايا التي صنعها بنفسه يجب أن تنجح في اختبار المقارنة. هنا يدلنا سطح مرجعي يعكس أشعة الشمس، أو بالأحرى الأشعة الاصطناعية التي سننتجها من هذا السطح للعدسات المربوطة بخلية شمسية، وتوجه العدسات الضوء نحو الخلية الشمسية، وبعدها يمكننا إنتاج الكهرباء، والذي يمكن أن نضبطه على فولتية معينة، ويمكننا قراءتها هنا على العداد. بوجود السطح المرجعي نتوقع إنتاج حوالي 2 فولت. إطفاء الضوء. اثنان فاصلة ستة وأربعون فولت. هذا يبدو جيداً. نجح. تم إنتاج 2.46 فولت باستخدام سطح مرآة عادية. هذه هي الدرجة المرجعية بالنسبة للمرآة المصنوعة من الرمل الذي يحاكي الرمل القمري. سنكتشف ما إذا كانت ستنجح بالطريقة التي نتصورها. اثنان فاصلة ثلاثة وعشرون فولت. هذا رائع. نفقد حوالي 10% فقط مقارنة بسطح المرآة المرجعي، وهذا جيد جدا بالنسبة للمحاولة الأولى. هذا نجاح كبير. إذن نجح العالم الألماني حقا في إنتاج الطاقة من الريغوليث القمري والأشعة. إذا استطعنا تخزين تلك الموارد وتحويلها إلى مرايا أو نوع أذكى من الطاقة الشمسية، سيشكل ذلك بلا شك طريقة للحصول على قاعدة أو وجود على سطح القمر. لكن التحدي الأكبر فيما يتعلق بالعيش على القمر هو التعامل مع الاحتياجات من الطاقة ومع البنية الأساسية لتشغيل الأنظمة، خاصة خلال الليل القمري. المثير للاهتمام بشأن القمر هو أن طول ليله يساوي 14 يوماً من أيام الأرض، وكذلك طول نهاره يساوي 14 يوماً من أيام الأرض أيضاً. يمكن شرح نمط النهار والليل هذا بمساعدة خلية شمسية توضع على جانب القمر الذي نراه دائماً من الأرض، وتظهر هذه الظاهرة بسبب ما يدعى بالدوران المتزامن. يحتاج القمر بالضبط لذات الوقت للدوران حول الأرض وحول محوره، مما يعني أن الجهة التي تحتوي على الخلية الشمسية ستقابل الشمس لمدة 14 يوماً.
خلال هذه الفترة يكون إنتاج الطاقة باستخدام الخلية الشمسية مستقراً. مع ذلك، بالنسبة للأسبوعين الآخرين تكون الخلية الشمسية في جهة الظل عكس جهة الشمس، ولا يمكن إنتاج الطاقة الشمسية خلال الليل القمري الطويل. في تلك الليلة يكون المكان بارداً ومعتماً ولا توجد طاقة شمسية للاستمداد منها، لذا يجب أن تتوفر لديكم طاقة تكفي لإبقائكم أحياءً خلال 14 يوماً. نحن بحاجة لبطارية فعالة ولخلايا شمسية فعالة. إذا تمكننا من تطوير بطاريات يمكن أن تستمر لأسبوعين في الليل القمري وفعل كل الأمور التي نرغب بفعلها على سطح القمر خلال ذلك الوقت، فسوف نحصل على الحل. بالنسبة لرحلة دوك إلى القمر التي استمرت 3 أيام وبعثات أبولو الأخرى التي تساويها في القصر، كان توفير الطاقة مشكلة. كان التحدي الأكبر في ذلك الوقت هو التنقل في الأنحاء وهم يرتدون بزات فضائية ضخمة، وتعلم رواد الفضاء التعامل مع الأمر فقط أثناء مشيهم على سطح القمر. هناك 3 طرق للتجول على سطح القمر. في العموم كنت أمشي المشية المعتادة بالأرجل الثقيلة المعتادة لأتمكن من الحركة بسرعة، لكن إذا كنت أصعد مرتفعاً كنت أقفز كالكنغري للأعلى. بدا القفز في الأسفل أسهل، قدم في الأمام والأخرى في الأسفل هكذا. بالنسبة لي اعتمد اختياري لاستخدام أي منهما على التضاريس التي أكون موجوداً عليها. أعتقد أننا نحتاج بالفعل إلى بزة فضائية أفضل للبقاء على القمر لوقت طويل. هذا المشروع، تطوير بزة فضائية للقمر والمريخ، هو بالضبط ما يتم السعي لإنجازه في معهد ماساتشوستس للتقنية في بوسطن. تحاول البروفيسورة في المعهد ديفا نيومان موائمة بزة الفضاء القديمة مع الظروف على سطح القمر. بزة الفضاء الحالية تزن 140 كيلوغراماً وهي مناسبة للمحطات الفضائية في ظل انعدام الجاذبية، لكن على القمر والمريخ نكون في بيئة تتوفر فيها الجاذبية. يتوفر على سطح القمر سدس الجاذبية المتوفرة على الأرض مما يسمح بالقفز الطويل، لكن ذلك قد يأتي بنتائج عكسية خاصة بوجود بزات فضاء ثقيلة. كيف أجعل شخصاً أشبه برياضي أولمبي؟ وكيف يمكن للشخص استغلال طاقته بشكل فعال؟ لابد إذن من التفكير في تصميم مختلف كلياً، وللحفاظ على حياة الشخص يجب تفعيل عامل الضغط، وهذا ممكن أيضاً من خلال الضغط الميكانيكي المضاد عندما تكون البزة ملاصقة للجلد مباشرة. البزة التي صممتها ديفا ضيقة جداً بحيث تمارس الضغط على الجسم والضغط المناسب داخل الجسم. هذا يعني أن الأنسجة البشرية لن تتمدد والدم لن يتخثر. البزة مصنوعة من 3 طبقات: الطبقة الداخلية التي تتحكم بحرارة الجسم، والوسطى التي توفر الاستقرار والمرونة، والخارجية التي توفر الحماية. إذا تمزقت البزة يمكن إصلاحها بسهولة. يمكن حينها الاستمرار بالعمل الميداني على سطح القمر. في حالة البزات الحالية يمكن أن يكون أي تسريب قاتلاً، حيث إن الغاز الذي تحتوي عليه للحفاظ على الضغط من أجل حياة الإنسان يمكن أن يتسرب للخارج. هذه التقنية المعقدة هي ما تجعلها ثقيلة جداً وتعيق حركة رواد الفضاء، وهذه سلبية كبيرة مقارنة ببزة القمر المستقبلية. نعمل عليها منذ مدة 15 عاماً وإلى الآن تبدو قابلة للتحقيق. بزة القمر التي يصممونها قابلة حقاً للتحقيق، لكن استخدامها ليس مؤكداً بعد. في مكان آخر، تطبيق ناجح لتجربة أخرى ملموس أكثر. في مركز الطيران والفضاء الألماني في بريمن، عاد علماء مشروع إيدن ISS من القطب المتجمد الجنوبي منذ شهر، ما عدا الشخص الذي بقي لرعاية النباتات في حاوية البيت الزجاجي. هل يجري كل شيء على ما يرام إلى الآن؟ منذ بداية العزلة كل شيء يجري بشكل جيد في الواقع هنا. في النهاية لا يوجد كثير من الناس هنا. حالة البيت الزجاجي جيدة وتنمو النباتات بشكل ممتاز. في البداية واجهنا بعض المشكلات بخصوص الإنبات، لكن بالمجمل كل شيء يجري بشكل ممتاز. بول الذي بقي للعمل في القطب المتجمد الجنوبي شتاء يرسل تقاريره بصورة منتظمة بخصوص تطور النباتات عبر مؤتمرات الفيديو. كانت نباتات الفراولة حساسة جداً وللأسف لم تصمد. توجب علينا إيقاف التجربة باكراً. سنبدأ تجربة جديدة من الصفر. لم تعد لدينا شتلات، لذا بدأنا مباشرة من البذرة.
كل يوم منذ عودتهم يراقب العلماء النمو. اليوم هو يوم الحصاد، وتمكن المزارع القطبي الجنوبي بول زابل أخيرا من جني ثمار عمله الذي امتد لأسابيع. يمكنكم أن تروا أول محصول لنا على هذه الطاولة، الخس بحالة جيدة جدا، وحصلنا على كثير منه للأيام القادمة، ويبدو الخيار أيضا في حالة جيدة جدا، بعض الحبات كبيرة جدا، سنزنها الآن، بعدها أعتقد أننا سنتناولها على العشاء الليلة. ليس اليوم فقط، بل وخلال فترة العزلة كلها في الشتاء القطبي الجنوبي، سيحصل بول زابل والباحثون التسعة الآخرون في محطة نويماير الثالثة على الخضروات الطازجة. حقق مشروع إيدن آي إس إس نجاحاً بالفعل، وقد أرسيت قاعدة إمدادات الطعام للرحلات المستقبلية إلى القمر. في عالم مثالي يمكننا أن ننشئ موئلاً أو على الأقل بيتاً زجاجياً على القمر خلال 15 إلى 20 عاماً. لكن عالمنا ليس مثاليا، فمن غير السهل الحصول على التمويل اللازم للأبحاث من أجل تحقيق تطور سريع كما كان الحال في أوقات بعثات أبولو. لا نريد أن نرسل بعثات أبولو من جديد، ليس هذا هو هدفنا، هدفنا هو بعثات مستدامة وطويلة الأمد. بعد 50 عاما من بعثتنا الأولى إلى القمر، سيتوجب علينا على الأرجح الانتظار لبضع سنوات أو حتى عقود أخرى للقيام بالبعثة التالية، لكن التحضيرات الأولية جارية. إنها لفكرة ممتعة أن نستطيع نحن البشر العمل معاً على مستوى العالم والتمكن من بناء قاعدة ومركز دائم على سطح القمر. العودة للقمر موجودة بكل تأكيد في جيناتنا، نحن مولعون من كل قلبنا بالخروج والاستكشاف. لا أحد يعرف متى ستكون البعثة القمرية التالية، لكننا نعرف أن الاهتمام بالقمر سيكون كبيراً في السنوات القليلة المقبلة.